إذا كانت هذه كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله خلال زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن. تحدث بداية الرئيس بايدن عن عدد الرهائن الموجودين لدى الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس، وقال إن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين هي أولوية أولى بالنسبة للولايات المتحدة، وقال أيضا نحن نريد لإسرائيل أن تهزم حركة حماس، إن مقاتلي حماس اختبأوا في الأنفاق على حد وصف وجعلوا من المواطنين في القطاع دروعا بشرية. تحدث عن فظاعة الوضع في قطاع غزة وعدد الشهداء والجرحى ومن هم لازالوا تحت الأنقاض، وقال إن الولايات المتحدة توسطت في الهدنة الأخيرة ولا تزال تبذل جهودا من أجل الدخول في هدنة أخرى. طالب الرئيس بايدن بالسلام والعيش بكرامة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطالب أيضا بإقرار حل الدولتين، وطالب السلطة الفلسطينية بأن تجري إصلاحات بأسرع وقت ممكن لتتسلم زمام الأمور بعدما أسماه انتهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة. بينما أكد الملك عبد الله أن الوضع في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، وحذر من عملية برية موسعة في مدينة رفح الفلسطينية. ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الأستاذ أحمد محارم، عفوا عبر تقنية سكايب من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أحمد، تعليقك على النقاط التي تحدث عنها الرئيس بايدن والملك عبد الله. نعم، مساء الخير، التحية والتقدير. أعتقد زيارة الملك الأردن الملك عبد الله جاءت في توقيت جدا مناسب. في كلماته طبعا بيشكر الرئيس بايدن على حسن الضيافة وكرم الضيافة والاستقبال، ولكن في بداية أشار إحنا علاقتنا 75 عام، وهذه السنوات شهدت مزيد من الاستقرار العلاقة، لكن الحقيقة بدأ يركز في نقاط هامة جدا. يعني بصراحة الملك عبد الله أكرمه الله عمل كونكلوجن أو ملخص لكل الأوضاع اللي حصل. قال المصلين اللي في المسجد الأقصى بيعانوا من اضطهاد من قبل القوات الإسرائيلية، مسألة الأونروا اللي بتخدم 2.3 مليون من الفلسطينيين في شتى البقاع لا يمكن ابدا في مثل هذه الظروف ان تتوقف. كمان اللي حاصل في غزه، الحرب اللي استمرت في الشهر الخامس على التوالي، وعدد الضحايا والمفقودين وعدد الشهداء اللي تجاوز تقريبا هيوصل ل 29 30 ألف، وعدد المصابين اللي وصل حوالي 70 ألف، يعني مجموع 100 ألف ما بين شهداء ومصابين. اتكلم في وان الحرب لا يمكن ابدا والقتال لا يمكن ابدا ان نجيب مصر، ولازم يكون في مباحثات سلميه. الحقيقه اتكلم في نقاط هامه جدا، اكد كمان على ان اللي حصل امس في مجزره اللي حصلت في رفح ده في توقيت غير مناسب، وان اذا كانت اسرائيل بتعتبر ان كل مواطن فلسطيني هو حماس فهذا تقدير خاطئ جدا. ويجب على الاداره الامريكيه انها يكون عندها تصور جيد لمساله اداره الموقف. نيجي للملك الرئيس الامريكي بايدن، اتكلم طبعا في النقاط التقليديه اللي هي بتهم في بدايه رسالته، انه يوجه للاسرائيليين ان هو لا زال معهم، بيعيد ويكرر نفس الكلام ان اهم حاجه الاسرى الموجودين عند الفلسطينيين لازم يتم الافراج عنهم. وطبعا اتكلم كمان على مساله فتح المعابر، دي كانت كمان كويسه. قال وقال من الاول احنا الخمس مرات اللي وزير الخارجيه كان بيزور المنطقه احنا بنحاول ان احنا نبحث عن السلام. فالحقيقه فقدنا الاتصال مع الأستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي من نيويورك. نستكمل النقاش إذن مع حضرتك أستاذ عبد المهدي مطاوع. يعني الجانب الأردني والجانب الأمريكي تحدثوا عن ضرورة أن ينتهي هذا الوضع، لكن الولايات المتحدة تقول هدنة، الأردن تقول وقف فوري لإطلاق النار. فالتباين في الرؤى العربية والغربية بعد كل هذا الوقت لا يزال واضحا وجليا. يعني يجب علينا أن ننتبه إلى شيء هام جدا، أن الولايات المتحدة منذ بداية الحرب إلى اليوم هي تتفق تماما مع إسرائيل على الحرب وأهدافها. هي هناك خلافات تكتيكية تتعلق بالتنفيذ في بعض الأحيان، لكن هي لا تختلف على الهدف من الحرب. لذلك لم نسمع منذ بداية الحرب إلى اليوم برغم مرور أكثر من 129 يوم أي تصريح يقول وقف إطلاق نار دائم من الولايات المتحدة. هذا يجب أن ننتبه إليه تماما. في كلمة الرئيس الأمريكي بايدن هي خلاصة الرؤية الأمريكية حتى لموضوع رفح. هو لا يعارض عملية عسكرية في رفح، ولكن هو يريد أن يتم تأمين
المدنيين الموجودين. طبعا هذا كلام دعينا نقول فضفاض، يعني لا يمكن قياسه، هل تم تأمينهم أم لم يتم تأمينهم، هل قامت إسرائيل بإجراءات لحماية المدنيين، هذا كلام فضفاض لا يمكن قياسه، وهذا يعني أن هناك عملية عسكرية لا تعترض عليها الولايات المتحدة في مدينة رفح. الأمر الآخر هو أنه بيوجه بالضغط على حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، وهذا أمر يؤكد مرة أخرى أنه الرئيس الأمريكي بايدن برغم ما يتم الإعلان عنه من غضبه من نتنياهو أو عدم اتفاقه مع نتنياهو في إطار اليوم التالي للحرب، هو ما زال في اليوم الحالي للحرب متفق تماما مع نتنياهو ومع الإجراءات التي تتم في خلال العملية. وبالمناسبة بالأمس عندما كان هناك محادثة بين بايدن ونتنياهو أبلغه بالعملية العسكرية التي قام بها قبل حدوثها. ولماذا قام نتنياهو بعملية في وسط رفح في هذا الوقت بالذات؟ لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الرئيسي الأول أن يثبت للإدارة الأمريكية أن هناك رهائن في مدينة رفح، هؤلاء الرهائن موجودين بين السكان، هذا أمر واحد. الأمر الثاني أن يرسل رسالة للداخل الإسرائيلي أن الجيش ونتنياهو على حق في طريقة إدارتهم للتفاوض واستخدام الضغط العسكري على عكس ما يطلبه شركائه في مجلس الحرب. الأمر الثالث هو يريد إحباط تظاهرات يوم الخميس التي تم الإعلان عنها من أسر الأسرى وبعض الناشطين في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وللضغط من أجل تحرير الرهائن. ونتنياهو سوف يستغل العملية في رفح لإطالة أمد الحرب قدر المستطاع لسببين. السبب الأول أنه من الممكن أن يتجنب ما تريده الإدارة الأمريكية في اليوم التالي للحرب إذا انتظر الإدارة الأمريكية القادمة إذا لم يكن بايدن موجود. هذا أمر. الرهان الآخر هو أن نتنياهو يراهن أنه طول أمد الحرب سيغير المواقف وسيخلق واقعا جديدا لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال رؤية نتنياهو. وإذا عدنا من 10 أيام تقريبا عندما أوقفت الولايات المتحدة تمويل الأونروا، هذا ليس قرارا عشوائيا، حتى الدول التي قامت بذلك هو ليس قرارا عشوائيا. لماذا الأونروا؟ الأونروا تشكل جذر حياة في حياة الفلسطينيين في غزة وفي كل المناطق الفلسطينية سواء داخل فلسطين أو في المخيمات في خارج فلسطين، لأنه تقوم عليها المؤسسات الأساسية للصحة وللتعليم ولتشغيل اللاجئين. عندما تنتهي بعد تدمير قطاع غزة تنتهي الأونروا من العمل، تصبح الحياة مستحيلة في ظل الوضع الموجود في غزة، ويتم تفعيل المادة الأولى البند دال من اتفاقية جنيف لعام 51 والذي ينص على أنه في حال توقفت الأونروا عن تقديم الحماية والمساعدة للاجئين يحق للاجئ الذهاب إلى أي دولة من دول الموقع على اتفاقية جنيف والحصول على صفة لاجئ 100%. طيب اسمح لنا نذهب مرة أخرى إلى نيويورك إلى ضيفنا الذي كان معنا منذ قليل أستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. تسمعني الآن أستاذ أحمد؟ نعم. طيب يعني فيما يتعلق بهذه الزيارة، يعني بالتأكيد أكثر من كل العالم العربي مصر والأردن لديهم شواغل وقلق بسبب البعد الجغرافي من التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع ومن الضفة أيضا. في هذه الزيارة التعبير الأردني عن القلق مما يجري في رفح وأيضا من تصعيد التوتر في الضفة وفي القدس، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الضغط العربي المنقول عبر الملك عبد الله إلى بايدن مؤثرا في هذه اللحظة؟ بالتأكيد كلمات جلالة الملك عبد الله ملك الأردن فيها الكثير من المعاني أكد عليها. قال بكل صراحة نحن ضد مسألة التهجير القسري، ضد ما تفعله قوات الاحتلال في الضفة الغربية، معناته مش هيبقى أبدا في مجال أن الضفة الغربية دي الناس اللي فيها يروحوا الأردن، وكمان اللي بيتعمل في غزة وفي رفح بالأمس مش ده معناه ان التهجير قسري او طوعي زي ما بيقولوا هم اليهود او الاسرائيليين وهينتقلوا لسيناء. فكان في كلمات الحقيقه الملك عبد الله موفق جدا انه يرتب كل الاولويات، ركز على ان القضيه لا يمكن ابدا يكون لها حل عسكري او حل امني،
ان ما كانش في نقاش وجلوس على الطاوله وفي وجود لدوله فلسطينيه والشعب الفلسطيني اشار الى الأونروا، يعني اشار لكل النقاط الحقيقه اللي كان فيها بيدي هنسز او رؤوس موضوعات للرئيس الامريكي ان ده احنا في المنطقه، احنا كعرب بنتكلم على شعب فلسطيني هو جزء من 22 دوله، احنا بنتكلم بالنيابه عنهم ولكن ما يمسهم يمسنا. كانت كلمات واضحه جدا ومحدده، واعتقد انا بنظر للرئيس بايدن بعد ما اعطاه الكلمه واقف وراه وعنده يعني تركيز جامد جدا، رغم ان يعني الكلام اللي طالع عنه انه بينسى شويه او عنده زهايمر، لكن كان جدا مركز مع كلمات جلاله الملك عبد الله. معناه ان في رسائل محدده بيلقيها من خلال كلماته. سوف تعود الاداره الامريكيه تجتمع تشوف احنا مطلوب مننا ايه نعمل لايقاف هذه الحرب. طيب ابقى معنا استاذ احمد الى ضيفي في الاستوديو استاذ عبد المهدي. يعني بايدن يقول نرفض التهجير القسري ونريد ان يوفر الاسرائيليون ملاذا امنا للفلسطينيين. كيف يمكن ان يتلقى نتنياهو هذه التحذيرات؟ هل سيستجيب ولا سيمضي قدما بدون ان ياخذ ذلك في الاعتبار؟ واذا لم ياخذ في الاعتبار كيف سيكون الموقف الامريكي؟ لا، انا باعتقادي ان اسرائيل غيرت تكتيكها. اسرائيل لن تستطيع ان تخسر مصر باي شكل من الاشكال، لذلك لن تدفع الفلسطينيين الى التهجير القسري في الان. لكن هو الخطوره في اليوم التالي للحرب. نحن نتحدث عن دمار في مدينه غزه لوحدها يشكل اكثر من 72%. هناك مقومات للحياه، مقومات الحياه التي نتحدث عنها، الصحه، التعليم، السكن، الاقتصاد، هذه المقومات الاربعه هي ما استهدفته اسرائيل خلال فتره الحرب. من الذي سيجبر الفلسطينيين على البقاء في خيام لسنوات طويله، الذين فقدوا منازلهم لسنوات طويله دون افق، لا في التعليم ولا في الصحه ولا في اي شيء، دون افق لفترات طويله، من الذي سيجبرهم؟ هناك قضايا شائكه، هناك حرب اخرى ستجري بعد انتهاء الحرب، حرب كيفيه تنظيم حياه الفلسطينيين، واذا لم يكن هناك اتفاقا فلسطينيا ايضا على كيفية الإدارة سيستغل نتنياهو ذلك. ونتنياهو حتى الآن لا توجد إشارة واحدة من الإدارة الأمريكية أن لديها قدرة على الضغط على إسرائيل في أبسط الأمور. ولو نظرنا إلى موضوع تحويل المقاصة، أموال المقاصة، لم تستطع أن تضغط على إسرائيل لموضوع تحويل طيب المقاصة. لأن الوقت يداهمنا سأذهب في سؤال أخير إلى أستاذ أحمد محارم من نيويورك. حينما يقول بايدن نريد من السلطة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن إصلاحا حتى تتولى زمام الأمور بعد انتهاء حكم حماس، بدا كما لو كان واثقا من انتهاء حكم حماس وراضيا أو قابلا لأن السلطة الفلسطينية تسيطر على الوضع، وهو الشيء الذي أيضا ترفضه إسرائيل وتقول أنها لا تثق في سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. بايدن بيحاول أن يكمل تفكير نتنياهو، كلاهما كل له طريقته في اللف والدوران حوالين الكلام، خنق الفلسطينيين ووضع القضية الفلسطينية في موقف حرج. وبالتالي لا يمكن أن يؤمل من هذا الكلام اللي بيقوله بايدن أن يكون هناك سعي جيد لحل المشكلة. هو بيجامل نتنياهو لأن نتنياهو بيعتبر أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية في أضعف ظروفها، وبالتالي هو دايس جامد جدا على أساس أن مش همه حد. حتى لما خمس زيارات من وزير الخارجية الأمريكي إلى القدس أو للمنطقة اللي فيها الصراع، مش في كل مرة كان بيستمع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمكتوم ليه على الإدارة الأمريكية. فأنا أعتقد اللي بيقوله بايدن هو كلام مجرد بيحط المسألة في مزيد من التعقيق، ولا يؤمل منه أبدا خير. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي من نيويورك. أشكر ضيفي.